الإمام ابن كثير يقول في تفسير هذه الآية، في تفسير القرآن العظيم الجزء الرابع صفحة 387، قال تعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا على الله وتجعلوا له صاحبة كما كان النصارى القدامى. ودي هرطقة موجودة، يعني موجودة إن بعض النصارى بيعتقد إن مريم زوجة الإله عندهم يعني. ولا تجعلوا له صاحبة وولدا، أما الولد فكل النصارى بيعتقدوا لله أولاد. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ولهذا قال: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسولا من رسله، وكلمات ألقاها إلى مريم، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بإذن الله عز وجل فكان عيسى. واضح؟ وكانت بمنزلة لقاح الأب والأم والجميع، مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى أنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن كلمة الله، لهذا قال له بها كن فكان. والروح التي أرسلها هنا هو جبريل، تمام؟ والروح التي أرسل بها جبريل. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول. رسول، نص واضح، قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه 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 خلقه. كيف يكون الإله مخلوق يا نصارى؟ من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا أمر عيسى من تفسير، انتهى تفسير ابن كثير، انتهى تفسير البغوي. ندخل بقى على تفسير أبو نصيف في هذه الآية، وبعد كده هجيب لكم من الأناجيل من كتاب النصارى نفسه إن كلمة الله لا تعنى الله، روح الله لا تعنى الله خالص خالص. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، انتهت. وكلمته، يعني إيه كلمة الله؟ أي بكلمة من الله، يعني كن. زي ما عندنا الله سبحانه خلق السماوات والأرض بكلمة منه، فكانت السماوات والأرض، صح؟ مش ربنا بيقول في القرآن: وهو الذي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يعني إيه منه؟ يعني من عنده، منه أي من عنده، بكلمة منه، بكلمة من عنده، اللي هي كن. فكان عيسى صلى الله عليه وسلم، فكان المسيح صلى الله عليه وسلم. الكلام ده هطلعه لكم الإنجيل على فكرة، والله العظيم هطلعه لكم الهولي بايبل اللي بيؤمن به النصارى الآن، ومسكنا كلمة الله يعني الله، روح الله يعني الله. ده أنا هقلب لك الترابيزة عليهم قلبة دلوقتي. أنا بيقع في إيدي منصرين بالنقطة دي، بيبقى هيصرخ هيعيط يقول لي ارحمني أبوس إيدك. ليه؟ لأني بقول له كلمة الله تعني الله عندك، بيقول لي آه. بيتحط في مواقف لا يحسد عليها، جابوا لنفسه. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته كن، كان بكن. وسمي كلمة الله لأن كلمة الله فيه ظاهرة جدا. وكلمته ألقاها إلى مريم، زي ألقيت إليك كلاما حسنا أو كلمة حسنا. وروح منه يعني روح من عنده. تقول لي إزاي يعني روح من عندي؟ أنا مثلا اشتريت تابلت، خلاص تابلت ده أنا شاريه من محل يعني بيني وبينه مثلا بتاع 50 متر، فانا طالع من المحل كده وماشي بالتابلت، قمت انت قايل لي انت جايب ده منين؟ او مش هقول لك المحل كده وقايل لك منه، هل معناها ان او من عم عبده منه، هل معناها ان عم عبده دخل جوه التليفون، او ان عم عبده حل في التليفون، او ان عم عبده جزء من التليفون؟ لا، منه روح منه يعني من عندي، هذا منه يعني من عنده. النصارى فهموا، لأ فهموا ان منه دي ام هو داخل جواه. لذلك النصارى بتؤمن ان الاله عند النصارى كله دخل جوه المسيح. عندهم النص بيقول ايه؟ فانه فيه يحل كل
كل ملء اللاهوت جسديا، بيعتقد ان الله الكريم الكبير العظيم دخل جوه انسان، حته انسان كده سموان إلس وان بيرسون، دخل جوه البيرسون، دخل جوه الانسان. يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الجنان ده؟ وفي نفس الوقت يقول لك الله غير محدود. غير محدود ازاي وهو دخل جوه انسان؟ كله كل الاله عندكم بقى جوه انسان. طبعا تمام، اللي عايز يعرف الكلام ده ويسمع حواراتي مع المنصرين يدخل على القناه عندي القسم الخاص بحوارات ومناظرات التالوت ورد الوهيه يسوع، هيلاقي عجب عجب العجاب. تمام، يبقى منه هذا، منه يعني من عنده، هذا منه يعني من عنده. تمام، فآمنوا بالله، بص بقى الآية، فآمنوا بالله ورسله. بعد كده يجي لك النصارى، لا رسله مين ده؟ مش رسله، ده إله. يا ابني آمنوا بالله ورسله، يا ابني انتوا عندكم في الإنجيل يجي المسيح يتقال عنه هذا نبي وهذا رسول ومش مؤمنين، وكمان جايين تألفوا على القرآن ومش مؤمنين، يعني ننزل لكم كتاب تاني يا زكريا بطرس انت وأتباعك عشان تأمنوا به يعني، ولا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ننزل لكم كتاب ايه تاني يقول فيه المسيح انه هو رسول وعبد؟ نعمل لكم ايه يعني؟ انتم مصممين على عبادة الانسان وكمان جايين تألفوا على الاسلام. طيب ايه رأيكم؟ نقلب الفكرة؟ احسنت يا محي. الرسالة كولوسي الثانية، رسالة كولوسي، لحظة، كولوسي 2:9، كولوسي صحيح 2:9 بيقول فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. يعني ايه؟ عندهم يسوع اهو، يسوع انسان اهو، ايه اللي حصل؟ الرب عندهم خالق السماوات والارض كله، كل الاله، كل الاله ام داخل جوه يسوع، دخل جواه. اسألش بقى، لا تجادل ولا تناقش يا اخ جرجس، مش اخ علي، مفيش عندنا لا تجادل ولا تناقش، مفيش الكلام ده عندنا، اقرا عندنا، افلا يتدبرون، افلا يتذكرون، افلا يعقلون، افلا افلا افلا، قل سيروا في الارض فانظروا، مش لا تجادل ولا لا تجادل ولا تناقش، دي هتلاقيها يا اخ جرجس. المهم سالني سائل اما قال لي طب ازاي بقى نقلب عليه الفكره؟ جاهزين للقنابل؟ جاني المنصر قال لي لا يا محمد انت، طبعا هجيب لكم بقى بقيه الايات دي، ان المسيح عليه الصلاه والسلام بحسب هذه الايات لو لم يعبد الله لعذب ودخل النار مثل حتى باقي الانبياء، من لم يعبد الله فيهم ولم يؤمن به لعذب، حتى الملائكه لو لم تؤمن بالله واستكبرت عن عباده الله لعذبت في هذه الايات. بس خلينا الاول نتكلم في ايه؟ كلمه الله وروح منه. جاني المنصر قام قايل لي يا محمد يا نصيف كلمة الله وروح منه تعنى الله. قلت له بس حلو، كلمة الله تعنى الله؟ انت متأكد ان كلمة الله تعنى الله؟ يقوم قايل لك تعالوا بقى يا مسلمين شوفوا ازاي تمسكوه تزنقوه زي يعني تعبطوه تسلخوه. كلمة الله تعنى الله، تعالى الاولى، كلمة الله مؤنث في إنجيل يوحنا، إذن أنت عندك يا نصراني الإله مؤنث. يقول لي فين؟ فين الدليل؟ أقول له فضل في إنجيل يوحنا إصحاح 10 عدد 35 يقول يسوع، يسوع من فم ربك نفسه يا زكريا بطرس بيقول إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله. صارت فعل إيه ده؟ الآن ده الضمير ده ضمير إيه؟ مؤنث. صارت إليهم الله عندك. أوبا، النصارى تعبد امرأة لا تعبد إله، تعبد أنثى. تقول لي الدليل؟ أقول لك صارت إليهم الله، ما هو كلمة الله عنده يعني إيه؟ يعني الله. صارت إليهم الله، يبقى الإله عند النصارى إيه؟ مؤنث. يوم هاي لا 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 ما يقصدش. طب ما أنا عارف إنه ما يقصدش، مش أنت عندك كلمة الله تعنى الله؟ ده أنا حنفخك، اصبر. صارت إليهم كلمة الله، لا يقصد في النص هذا إن كلمة الله تعنى الله. أما ليه يا محمد؟ الشريعة. النص ده يقصد صارت إليهم الشريعة. تقول لي طب أما النصارى بيقول، أقول لك هؤلاء ضالين، لا يعرفوا لا دينهم ولا الإسلام. يبقى كلمة الله عندهم ليست الله،
ليست الله. فهل شريعة التوراة هي الله؟ ده مؤنثة. طيب